هذه الاصمع الجديد، هذا شان اهل الاصمعي الخايس كله مجاري. شوف ايش سوى بينا، طفى على البيوت، راح يطفى على البيوت. هذا الاصمع الجديد، وهذا الماي للنهار، راح نطفى هسه ونشوف النهار. هذا بينسداد طبعا، والشركه موجوده وكل شيء مالهم، اي دور ما اعرف وين شغل محافظة البصرة، قسم شؤون المواطنين، شنو شغلكم عمي؟ العالم فاضت. هذا النهار، هذا الفاصل ما بين العالية والاصمعي، هاي 3 أشهر صار له مسدود، طفى على البيوت عمي، راح تغرق العالم كله امراض. زين، وين الاعلام الشريف؟